في بطولة معالي الوزير مهندس خالد عبد العزيز تحت رعاية الاتحاد المصري لكرة اليد. كان في تصفيات مبدئية في المناطق على مستوى جنوب الصعيد كله من الفيوم حتى أسوان. أصفر التصفيات دي عن وصول 8 فرق للنهائيات، فرقة من الفيوم وفرقة من المنيا وفرقة من بني سويف وفرقة من أسيوط وصهاج وقنا ولق وأسوان. جمعوا في المدينة الشبابية بالأقصر وبيلعبوا، تقسموا مجموعتين، كل مجموعة 4 فرق، كل فرقة بتلعب، كل مجموعة بتلعب دوري من دور واحد. إن شاء الله لغاية لما يطلع أول 4 فرق هنبدأ نصفي النهائيات اللي هتبقى الخميس وجمعة الموافق 2 و3/6 إن شاء الله تعالى. في جوائز للمركز الأول عبارة عن 15,000 جنيه زائد كأس زائد الميدالية الذهبية. المركز الثاني 10,000 جنيه والميدالية الفضية. المركز الثالث 5,000 جنيه والميدالية البرونزية. النهاردة استقر مستاد المحافظ بافتتاح البطولة، وده أول ماتش لحضرتك شايفها كده في الملعب، وكان بين المنيا وبين قاي، مركز قاي بني سويف. وان شاء الله الماتشات كلها هتتلعب لغايه 19 بالليل. كلها في النزل ولا هي؟ كلها في النزل، وهي بصراحه ميزه جميله جدا. احنا لو رحنا الصاله المغطاه حوالي 60 كيلو من هنا، فهتبقى اجهاد برضو رايح جاي. لكن هنا مكان الاقامه ومكان الملعب، والملعب زي ما شايف حضرتك اضاءه كاشفه، يعني الملعب جميل او ترتان ومتخطط كويس، واللعيبه مبسوطين، وان شاء الله عاملين برنامج زيارات ليهم، وده اهم حاجه يعني ان الناس تشوف الاقصر. ما حدش شاف الاقصر. البرنامج خلال الاربع ايام بتوع المباريات احنا عاملين يعني احنا بنبدا الساعه 5. الاربع فرق الاولانيين اللي هم الساعه 5 و7 بيخلصوا يروحوا نازلين معانا مواصلات، بتنزلهم الاقصر بيتحركوا. ويوم الاربع في جوله البر الغربي والبر الشرقي وصوت الضوء بالليل ان شاء الله.